في ناس حاله الختان الذكور. لا بس اختلف استمتوا من نعم الله اذا كان مهيما حط على العقيقه ذبيحتين لا بس يدعو اليها من احد الاخوان سنه. نعم هذا بيع اذا كان في العقيقه اليوم السابع او تاخرت جعلها لايام بعد ذلك سنه عن الرجل ذبيحتان عن الذكر وعن انثى واحده. اما مجرد الختان اذا بعد تسميه ولا بعد شيء في مجرد الختان فهذا لا باس من باب ايضا الاجتماع العام. في حال ختان يوزعون الحلوى ويوزعون مش عارف ايش. نعم. يوزعون الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاوره. ما اعلم هذا الشيء، او ما اعلم شيء، اما كونه يدعى طعام الختان لمن يختنق او لمن لاهل البيت فرحا بختان فيما بينهم ما اعلم شيء. كان هذا من قديم معروف، الختان وليمه الختان معروف من الولايه المباحه المعروفه. طب بالنسبه للختان اما يفعلوه على طريقه خاصه يفعلها النصارى ما يجوز. يعني الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبهون يكون طريقة الختان عند المسلمين غير طريقة أولئك هو طريقة مختصة كريمة لا تشبه في أولئك. ختان الفتاة أيضا في بعض البلاد الإسلامية لا سنة سنة نعم إذا كان يعرف ذلك طيب.